Mariva. استنى يا بنت ما تقوميش. الله استنى ده ايه؟ ما خلاص بقى يا اخويا على كده. ابقى تعالى تاني. قوم يلا يا راجل بقى الحق مراتك قبل ما تصحى. علشانك انتي انكيوي بالنروة لا احجيت تيتي تربتتة وادخل جوه النم وانشيوي والصفواء واللي يا دهويتي علشانك انتي انكيوي دي اصول برضه دي اصول يعني تقومي وتسيبيني وانا لسه قلبي مش علي ليه يا اخويا ما تكونش ناوي تعسكر هنا يلا يا نور عيني وريني جمال خطوتك طيب بالليل بعد ما يناموا في الاوضه ها يا راجل اتهد ده اللي زيك بيجيله الضغط والسكر من الحاجات دي انت ايه هو ده اللي بيعجبني فيكي طولة لسانك عارفة يا حبة عيني رايح فين ايه اقعد تقعد فين يا عمر الفلوس يا نور عيني قطع ايه؟ افتح يا سيد انا فاضل ابو الروس. يا اهلا وسهلا. اتفضل يا باشا. ازيك يا سيد؟ صباح الفل يا باشا. عجبك المطرح؟ هو انا طول ربع باشا. قول لي ما نزلتش بقى الغردقه خدت لفه كده على اساس انك اول مره تيجي يعني. لا يا باشا انزل فين؟ انا من ساعه ما جيت ما هوبتش ناحيه الباب ده. وبعدين ما تنساش يا باشا ان انا هربان من اللومان. صحيح. امال الحشيش ده جه منين يا سيد؟ دي حته لمؤاخذه يا باشا كنت جايبها معايا من مصر. بس ده حشيش فطش. هات البفره وقفل الباب. اتفضل يا باشا. نعمل بقى كوبايتين شاي على قد مقاسهم كده؟ من غير سكر. ماشي يا باشا. صباح الخير صباح النور ما تبقاش تسيبني تاني انام لوقت متاخر وانت ايه اللي جد عليك انت طول عمرك كده انا خلاص عايزه اغير عايزه ابقى اصحى بدري عايزه اتمتع بجو الصبح وكمان عشان افطر معاك وادلعك انا عارفه ان انت زعلان مني عشان انا مشغوله عنك لا انا مش زعلان ولا حاجه وعموما يا ستي بعد كده هصحيك من النجمه زهقت من قرايه الجرايد دي خير ايه اللي حصل شكلهم كده هيشيلوا الريس ما يشيلوه انت همك قوي ما يهمنيش ازاي يعني انا قصدي مش انت جيت هنا عشان تبعد عن وجع الدماغ والقلق والمشاكل طب روق دمك مش عايز تبص في الورق ده تسلي نفسك شويه ورق ايه ده دي افكار المسلسلات اللي معروضه عليا عشان اختار منها لو عايز انا اقرا اقرا بس انا قلت لك قبل كده انها ما بفهمش في الكلام ده انا نفسي اخليك تفهم احنا هنرجع للحكايه دي تاني حبيبي انت قلقان ليه وانا بقولك اديني فلوس مش انت خلاص سبت الحكومة والحزب وهتفضل البزنس اهو انتاج السينما والدراما ده بزنس احسن من اي حاجة تانية هتدور فيها فلوسك وهتكسب منها ذهب انا ما بحبش ادخل في حاجة الا لما تبقى مفاتيحها كلها في ايدي وانا هجيب لك كل مفاتيحها تحت رجليك بس انت انوي حاضر يا ستي هقراها وبقولك رأيي ونبقى نتكلم تاني دخانة زبالة يا سيد ما تصابش كلام فارغ ده بقى على الدماغ اما تورس حاجة بقول لي انا جايب لك حاجة من ربنا يديم المعروف يا باشا اتفضل المهم احكي لي بقى هربتوا ازاي؟
والله يا باشا ما انا عارف احنا قربنا ازاي. احنا في اليوم ده عادي بعد ما اتقفلت علينا بيبان الزنازين، بعد ما خلصنا ورديه النهار عادي، فضلنا على كده شويه، فجاه لقينا الدنيا بره بتضرب تقلب صريخ وضرب نار وزعيق، واحنا قاعدين مش عارفين نعمل اي حاجه. يعني كان في ضرب شغال بره وانتوا مش عارفين تطلعوا؟ هو رسول الله يا باشا زي ما بقول لك كده، فضلنا على كده يجي 6 ساعات واحنا قاعدين جوه بنهار، وبعدين فجاه لقينا بيبان الزنازين بتتفتح وناس بره بتصرخ اطلعوا بره اطلعوا بره. ناس مين؟ الدنيا كانت عتمه يا باشا ومش شايفين حد، وعمالين نخبط في بعضينا ما احناش عارفين اذا كانوا دول ظباط ولا عساكر ولا مساجين تانيين. المهم يا باشا فضلنا نجري لحد ما لقينا الشارع في وشنا، كل واحد خد ديله في اسنانه وقال يا فكيك. محمود فرغالي كان معكم؟ محمود فرغالي؟ محمود فرغالي الشيخ محمود. عارفه يا باشا، ده كان في زنزانه واحده معانا وهو اللي كان بيصلي بينا. عارفه بيصلي بيكم؟ هرب معاكم؟ والله يا باشا الدنيا كانت عتمه يعني مش متاكد بالظبط. طيب كان في 2 شيوخ برضو زي محمود فرغالي قرايبه، واحد اسمه عصام شاهين والتاني عبد الرحمن ابو سامة. دول عارفهم يا باشا، والشيخ عصام شاهين بالذات هرب، لان انا لما طلعت على الشارع بره لقيته بيجري بس الناحيه التانيه. عصام يعرفك؟ عايز معرفه يا باشا. تمام، يامن لك يعني؟ يامن لي. تمام كده بقى ابو السيد، بدا شغلك في الغربه. تحت امرك يا باشا. ركز معايا، بكره الصبح تصحى من النوم تتجه للسوق اللي هنا. تمام؟ تمام. هتسال على القهوه بتاعه المعلم حسنين. المعلم حسنين ده راجل قديم في الغردقه اساسا من اسيوط، من القصيه، بلد محمود فرغالي وعصام شاهين. تمام. تمام. هتخش على عمك حسنين تاخده على جنب، عرفه بنفسك وتقول له انا كنت مع عصام في السجن، عايز اقابله، وهتدي له اماره، حاجة حصلت بينك وبين عصام محدش تاني يعرفها. يا باشا أنا مؤاخذة يعني أنا كده أروح في 60 داهية؟ أنا مؤاخذة هروح لواحد أقول له أنا هربان من السجن؟ أنا كده بقول له سلمني للحكومة. صحيح. يعني أنت بذكائك يا أستاذ سيد أنا جايبك من مصر لحد هنا ومصاريف وبتاع عشان أسلمك في الآن. ركز معايا. عصام شاهين موجود هنا في الغردقه. تمام؟ حسنين ده مش هيعمل معاك اي حاجه، لازم الاول يرجع لعصام شاهين. تمام. تمام؟ تمام. لو الاماره بقى اللي انت قايلها له سليمه، ولو عصام فعلا بيامن لك زي انت ما بتقول مش ناخه يعني، ها؟ هيقابلك ويقدر ما دخلك شر. طب يا باشا لما اخذه لما اروح بقى اقابله اقول له ايه؟ انت مريض بالاسئله يا سيد. بكره الصبح تصحى من النوم هعيد الشريط الاول ولا ايه؟ ماشي. لا كله تمام ما تقلقش. ماشي. حسنين تقلق يا باشا. لما هتقابل المعلم حسنين هتقول له الكلمتين دول، شوف هيرد عليك يقول لك ايه، هتكلمني وهتقول لي وانا هقول لك ايه اللي هيحصل بعد كده. تمام يا باشا. عندك اي اسئله تانية؟ لا يا باشا تمام كله كده تمام. طب خد نظف دماغك. ربنا يديم المعروف يا باشا.